بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه الميجان فيها مشكل في الابيس، تشوف فيه شل، وفيها مشكل في كي ننزلوا السماء ديما يقعد يشل. فقدنا عملنا ديغنوستيك يعني ما طلعش حاجات كبيرة، انما احنا شكينا في الابيس. توا باش عندنا ابيس باش نجربوا بيه ونشوفوا اذا كان الديفو منه ولا ريتك الشل. تكتب هنا الفرامان كانه مجبود، هنا ستوب، هنا تاع الديغنوستيك، هنا تاع الابيس، كلهم يشعلوا مع بعضهم. باش نحطوا نجربوا ابيس اخر ونشوف اذا كان فما تغيير ولا لا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا هذه الميجان فيها مشكل في الابيس، تشوف فيه يشعل، وفيها مشكل في كي ننزلوا السماء ديما يقعد يشعل. فقدنا عملنا ديغنوستيك يعني ما طلعش حاجات كبيره، انما احنا شكينا في الابيس. توا باش عندنا ابيس باش نجربوا بيه ونشوفوا اذا كان الديفو منه ولا ريتك الشيشل. تكتب هنا الفرامان كانه مجبود، هنا ستوب، هنا تاع الديغنوستيك، هنا تاع الابيس، كلهم يشعلوا مع بعضهم. باش نحطوا نجربوا ابيس اخر ونشوفوا اذا كان فما تغيير ولا لا. جبنا ابيس اخر توا باش نجربوا بيه ونشوفوا اذا كان ديفو من الابيس ولا لا. او هيك توا باش نكمل لكم الباقي. هون الابيس هذايا في ثلاثة بولونات سيبور، ثلاثة بولونات شدوا في الكروسة بعشرة يتعلوا. وفي حوالي ستة جعب ولا سبعة. هنا حسب البيت، هنا أربعة حسب هذا أربعة. أنا قديش فيه؟ أربعة وزوز ستة. معناتها أربعة من فوق وزوز من قدام. ستة، يعني ستة تيوبات متاع فرام. ما يركبوش زادا مكان بعضهم لأن فما الجوايدين وفما الخشان. يعني أول ما نحلوا الجعبة هذي خاطر هي باش تعطلنا. بس عليها. باش تخدم مفتاح فيها مفتاح تريس. ندوروها بشوية نجبد، ندوروها نجبد هذيك تاعها. عندنا الفيشة هذي حلوها هذا البونو اللي نتاع على الجعب بتاع الفراء.
حطيناه في السيبور نتاعو، طب باش نحطوه في بلاصتو.
نركب من الجانب هذي. بعد ما ركبنا لابياس وكلنا كل شيء، خلينا نشوفوا توا النتيجه نتاع الواحد خدموا الطيار ايش حتى كله. ايوا النتيجه صحيحه 100% يعني الحمد لله، الحمد لله يعني العاميه طلعت من لابياس. يعني حنشوف حتى الفرامان ولا يطفى، يعني ماشي، يعني مش العمليه طلعت من الابياس، هو اللي عامل المشاكل كلها اللي خلي. شوفوا انتم خلي قداش الانبوبه تشعل، قداش من واحده تشعل، يعني شوفوا هذوما كلها كانوا يشعلوا قبل ما ركبوا الابياس. كي ركبنا الابياس كانوا كن ديماري يشعلوا كل، يعاودوا يشعلوا كلهم. تو هون ديماري ما يشعل حتى واحد منهم، يعني حتى لا. الحمد لله العمليه نجحت وان شاء الله تنفعكم، وعلى الاقل واحد يعرف حاجه اللي هي ما كانش يعرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه الميقان فيها مشكل في الابيس تشوف فيه يشل، وفيها مشكل في كنا ننزل الفماء ديما يقعد يشل. فقدنا عملنا دياغنوستيك، دياغنوستيك يعني ما طلعش حاجات كبيرة، انما احنا شكينا في الابيس. فتوا باش عندنا ابيس باش نجربوا بيه ونشوفوا اذا كان ديفو منه ولا ريتك الشيشل. تكتب هنا الفراما كانه مجبود، هنا ستوب، هنا تاع الدياغنوستيك، هنا تاع الابيس، كلهم يشالوا مع بعضهم باش نحطوا نجربوا ابيس اخر ونشوفوا اذا كان فما تغيير ولا لا.